مساك الله خير يعني جد تواصلت فرحه فيكم ولا لسنا بعلماء ولا لسنا في الحقيقه تحسنا بهذه الروائع يعني ايها الاحبه طبعا بما أن العشاء سينتظر قليلا يعني دقائق نقطعها بقصة عجيبة وقعت للأصمعي والأصمعي كل قصصه عجائب طبعا يسموه مخزون اللغة كان الأصمعي ولولا الأصمعي لذهب ثلث اللغة فالأصمعي ذات مرة من المرات قال خرج مع الأمير وحاشيته إلى البادية إلى الصحراء ليأكلوا إلى البر كما نقول نحن ففرشت السفرة قال فجلسنا لنأكل وكان الطعام مليئا بالسمن والعسل فجاء أعرابي يقطع غمار الأرض قطعة ويثير وراءه نقعة يعني الغبار يطير وراءه حتى وصل فجلس على المائدة من غير دعوة قال ثم مد يده في السمن وكان يرفع يديه فيسيل السمن من بين أصابعه ويصنع في الغبار الذي على يديه خطوطا قال فأردت أن أضحك القوم عليه فقلت يا أعرابي كأنك أثلة في أرض هشي أصابها وابل من بعد رشي والأثل شجرة فالأعرابي قال التفت إلي وعينه محمرة وقال كأنك بعرة في إست كبشي مدلات وذاك الكبش يمشي قال فضحك علي القوم كلهم بدل ما يضحكوا عليه ضحكوا علينا قال فشعرت بالحرج أردت يعني أراد أن يرد اعتباره قال فنظرت إليه وقلت له يا أعرابي كأنك تجيد الشعر قال كيف لا أجيده أنا أبوه وأمه قال فقلت له عندي قافية تريد عطاء وهذه العبارة تستخدم إذا عند الشخص قافية يريد الآخر أن يأتي على منوالها أن ينسج على منوالها قال فغصت في بحار العربية فما وجدت أصعب قافية من الواو الساكنة قال فقلت له يا عربي قوم بنجد عهدناهم سقاهم الله من النو أتدري من النو يا عربي قال فالتفت إلي وقال نو تلالى في دجى ليلة والنوى النجم نو تلالى في دجى ليلة حالكة مظلمة لو قال فقلت له لو ماذا فقال لو سار فيها راكب لن ثنى على بساط الأرض منطو قال فقلت له منطو ماذا قال فقال منطوي الكشح قليل الحشى كالباز ينقض من الجو قال فقلت له جو ماذا وهو يقول يزيد الأسئلة حتى يصعب عليه قال جو السماء والريح تعلو به اشتم ريح الأرض فاعلو قال فقلت له علو ماذا قال فقال علو لما عيل من صبره يا صاح تفهم أو قال فقلت له أو ماذا قال أو أضرب الرأس بصوانة تقول في ضربتها قوم قال يعني في رواية أنه قال فخشيت أن أكمل وأقول له قوم ماذا يقوم يضربني في رأسي ثم يكمل القصيدة قال فقلت وفي رواية أنه قال له قلت له قوم ماذا فقال القو في الرأس له نفخة يبين من آثارها الضوء قال فسكت خشية أن يضربني قالوا فالعربي يعني الأصمعي وجد أنه لم يشفي من هذا الأعرابي غلة ووجد فيه يعني فكاهة ومخزن لغة فعزمه إلى بيته دعاه إلى بيته فلما وصل إلى البيت وجد زوجته قد ذبحت دجاجة ومن عادة كرم الأعراب أن يقدم للضيف ليقسم فقال يا أعرابي قسم والأصمعي كان معه ولدان وبنتان وزوجته وهو فقال الرأس للرأس وأعطى رأس الدجاجة للأصمعي قال والرقبة للعتبة والعتبة يعني عتبة البيت المرأة تسمى عتبة قال وأعطى المرأة العتبة قال والفخذين للولدين والجناحين للبنتين والباقي للضيف يعني قسم لهم الحاجات الخارجية وأخذ هو فأحس الأعرابي يعني أحس الأصمعي بالغبن فقال اليوم الثاني لزوجته اذبحي 5 دجاجات حتى ما يسوي لنا الأعرابي قصة مثل الأمس فقامت المرأة وذبحت فقدمت للأعرابي ليقسمها فقال يا عربي قسم قال تريد شفعا أم وترا فسكت العربي وقال الله وتر يحب الوتر يعني الأصمعي قال الله وتر يحب الوتر قال أنت وزوجك ودجاجة 3 وتر وأعطاهم دجاجة وقال وابنيك ودجاجة 3 وبنتيك ودجاجة 3 وأنا ودجاجتان 3 فالأصمعي حس له دجاجتان وإحنا كلنا من دجاجة قال لا اسمع عيد لو تسمع أريدها شفعا قال أقيلك ولا أقبل بعدها الإقالة قال قبلت قال أنت وابنيك
ودجاجة أربعة، هذا شفع. وزوجتك وبنتيها ودجاجة، هذا شفع أربعة. وأنا وثلاث دجاجات، والله لا أقبل غير هذه القسم. وأخذ الثلاث الدجاجات وقام وخرج يعني الأصمعي، لا فاز عليه لا في البر ولا في البحر ولا في البيت. جزاكم الله خير، شكرا على حسن سمعك. والله قصة منتهى البلاغة ومنتهى الفصاحة.